السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب بيت باي بيت كونكت للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي التاني، المنهج الجديد. وطبعا زي ما تعودنا أي كتاب خارجي بحصل عليه بنزله على طول. ادخل على القناة، قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقي كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، ماس، ساينس، جميع المراحل الدراسية، جميع الأنواع، الأضواء، بالباهر، بيت باي بيت، ستيب أهيد، شاطر، سندباد، سلاح التلميذ، الأضواء، كل الكتب الخارجية ممكن تتخيلوها موجودة على القناة. كل اللي عليك تعمله إن أنت تفعل الجرس، اشترك في القناة وتفعل الجرس. أنا النهاردة جايبة لكم كتاب بيت باي بيت كونكت سنة تالتة. طبعا كلنا عارفين بيت باي بيت سهل جدا ومبسط ولذيذ وجميل. اتفرجوا معايا على الكتاب من جوه وهقول لكم سعره كام السنة دي. طبعا كلنا عارفين بيت باي بيت ده دي البدايات، علامات الترقيم، اول يونت مبسط الاشكال، جايب لك كل احنا هنا اول لسن عندنا اللي هي البلاد، فجايب لنا كل شخص والبلد بتاعته ومترجم طبعا باللغه العربيه. كتاب جميل جدا 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 وسهل جدا، مبسط المعلومه جدا للاطفال. انا بذاكر لابني منه. كتاب جميل جدا جدا جدا. طبعا احنا بنشوف نبذه كده عن الكتاب، ده شكل الكتاب بيت باي بيت اهو. سعر الكتاب هنشوف سعر الكتاب كام. كتاب سعره 65 جنيه، 65 جنيه، وانا اشتريته من المكتبة بتعمل خصم 5 جنيه على كل كتاب، فاشتريته ب60. طبعا كل مكتبة على حسب بقى ضميرها، في مكاتب بتعمل خصم، في مكاتب بتدي هدايا، في مكاتب بتدي ما بتعملش حاجة خالص، كل بقى مكتبة على حسب ضميرها. ده الكتاب 65 جنيه، وفي الاخر في امتحانات كالعادة. هشوف الاكزامز مع بعض، جنرال 4 3 اهو. هشوف اولها فين، ميزة بقى الميزة اللي فيه ان هو في اخر في الاخر خالص بعد ما نخلص المنهج جنرال اكسرسايز، هي تدريبات عامة على منهج الفصل الدراسي التاني. دي مراجعات جميلة جدا 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 وسهلة جدا. طبعا الحاجات دي كلها نخلي الاولاد يحلوها لوحدهم عشان لما يطلعوا سنة رابعة تبقى المعلومة مبسطة بالنسبة لهم. ده الكتاب، يا رب الكتاب يكون عجبكم. ما تنسوش زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه، واهم حاجه علامه تخصيص الجرس عشان بمجرد ما انزل اي فيديو يوصل لكم على طول. وادخلوا معايا على القناه، هتلاقوا في دروس منزلاها على القناه عربي ورياضيات، ادخلوا اتفرجوا. لو حد محتاج شرح اي درس يبعتلي وانا هنزله لكم على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.